كوره. استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ كابتن كريم، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير والله. اتحاد الكوره اخباره ايه؟ حديد كده وماسك نفسه ولا في مشاكل؟ لا ما تقلقش، احنا كويسين. كله تمام؟ ما تقلقش. طيب تمام. يعني طبعا عايز اعرف ردود الافعال حركة عضو مجلس اداره اتحاد الكوره المصري بعد قرارات لجنه الانديه. يعني ما حدش اتكلم خالص غير الاستاذ جمال علام، جبنا له تصريح كده مع موقع كايرو كوره، لكن عايز اعرف ردود افعال اتحاد الكوره الاعضاء. يعني حضرتك طبعا من الاعضاء المميزين في اتحاد الكوره. لا هو انا اكتر من نقطه، يعني الحقيقه انا ما بحبش اتكلم كتير لان اللي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجه يعني. بس هي الحقيقه احنا ما عندناش موضوع عشان نتكلم فيه. يعني كل الكلام اللي بيتقال ده كلام، انا بحب اطمن الناس، كلام لا اساس له. الدوري هينتهي بشروطه طبيعيه جدا ان شاء الله باذن الله. عندنا احنا كان في السنه اللي فاتت كان في كلام ان يبقى الهبوط 7 انديه، لقينا ان 7 كتير في سنه واحده عشان الدوري يرجع من 22 ل 18. أي. في 3 بيصعدوا، فقلنا 7 كتير فيتقسم على سنتين، السنه دي ينزل 5 ان شاء الله ويطلع 3، يبقى الدوري السنه الجايه 20 فريق. السنه اللي بعدها ان شاء الله ينزل 5 ويطلع 3، فيرجع الدوري لطبيعته تاني 18 فريق زي ما كان، دوري مستقر طبيعي باذن الله بعد موسمين من الان. يعني الكلام ده مترتب من اول السنه ومتنظم وما حصلش اي حاجه تخل بيه على فكره. كل اللي بيتقال وكل اللي بيتردد انا يعني مش عايز اقعد ارد عليه، يعني خلاص انا اظن ان الراي العام كله سواء الرياضي او الراي العام العادي فاهم كويس جدا ان القصه ديت يعني مش هيجي فيها، مش هتتم. لكن انا بس السبب الرئيسي ان انا يعني رديت مباشره، وده كان قرار على فكره باجماع مجلس اداره، ويمكن من الحاجات القليله جدا اللي انا ما الاقيش اي اختلاف جوه المجلس في الموضوع. يعني يمكن من اول اجتماع مجلس اداره اللي هنا في 15/10/2012 يمكن كل القرارات تبقى بالاغلبيه، نادرا ما كان في قرار بالاجماع. الموضوع ده هو الموضوع الوحيد اللي عليه اجماع، والحقيقه ما بيحصلش فيه نقاش جوه الاتحاد. يعني اللي باكد لك ان ما فيش مره واحد قال طب ما نفكر، طب نشوف، طب نرد بالاسانيد، ما حصلش خالص. كلام غير وارد فيه. السنه الجايه ان شاء الله باذن الله، السنه دي الموسم الحالي ان شاء الله في هبوط. الموسم اللي جاي باذن الله الدوري من 20 فريق، دي نمره 1. نمره 2 انا بس عندي نقطتين طالما اديتني فرصه بقى يا كابتن كريم، احب ارد عليهم سريعا. اتفضل. اتقال في قناه النهار، مش عارف اظن في برنامج في احد البرامج يعني في القناه نهار رياضه، لا اظن مش عارف يمكن مع الكابتن مدحت او حاجه. طلع السيد رئيس نادي الزمالك وقال ان ده احمد مجاهد ومش عارف مين، وكانوا قاعدين في فندق مع اللجنه بتاع الفيفا عند عباس، كلام صغير واكله سمك، وعشان كلوا اكله سمك، كلام صغير اصلا. اللي يتكلم في الاكل ده الناس المحرومه مش الناس الكبيره. احنا بلادنا على فكره بلاد السمك، احنا عندنا في بلدنا بحر وبحيره ومزارع، واللي عايز سمك من مزرعه من عندنا جيب له، يعني ما تقلقش. عندنا السمك ده حاجه، الفقير عندنا في البلد بياكل سمك. يعني انت ممكن تقول حاجه ثانيه، لكن يعني ده اكل موضوع السمك ده كلام صغير ما ينفعش يتقال. كلام بقى المستوى تدنى بشكل كبير جدا. انا اتمنى ان كل الناس المسؤولين يراعوا مواقعهم ويراعوا ان في جماهير بتسمعهم، ونتمنى نكون على قدر المسؤوليه لما نتناقش ونختلف، نقعد كده نفكر. تقول لي انت غلطان في 1 2 3 4، انا اقول لحضرتك لا انت مش معاك حق في 1 2 3 4، يبقى النقاش بهذا الشكل. لكن اللي احب اكد عليه دي نمره 1. نمره 2 ان انا حضرتك لا فارق معايا اللي ما يتعاملش معايا واللي يتعامل معايا والكلام اللي بيتقال ده كله، يا ريت اللي مش عايز يتعامل معايا يخلي الاداريين بتوع النادي يسيبوه ويبطلوا يكلموني كل شويه يسالوني وانا ساعدهم. يعني طب هو بس يعني يتكفل بس باداريين النادي بعيد عني، انا مش عايز، انا ما يفرقش معايا اللي عايز يتعامل اهلا بيه اللي مش عايز يتعامل اهلا بيه، انا مش فاتح دكان بقاله الناس مش هتتعامل معايا مش هتشتري من عندي، انا عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري رغم انف اللي مش عاجبه. احنا انا طيب. بمنتهى الوضوح والصراحه انا حبيت طالما رديت بقى احب ارد على النقطه. مفيش مشكله عندنا في البرنامج ومش عايز انزل ونقعد نتجاذب. انا عندي في البرنامج هنا كل واحد ليه حريه التصريحات اللي هو يقولها. انا ما عنديش مشكله خالص. انا طول عمري بحترم نفسي، بحترم الناس كلها. لما نجح مجلس اداره النادي الاهلي رحنا لحد النادي الاهلي باركنا لهم، لما نجح مجلس اداره النادي الزمالك رحت مع المجموعه لحد نادي الزمالك باركنا لهم، وتمنينا ان احنا نفتح صفحه جديده مع الناس كلها، ساعدنا نادي الزمالك كتير جدا السنه اللي فاتت. نادي الزمالك هو النادي الوحيد اللي جميع رسوم القيد حتى الان لسه ما اتسددتش من السنه اللي فاتت، حتى في وجود المستشار مرتضى منصور احمد سمير فرج اتأيد 86,000 جنيه تعهدوا ان هم يدفعوهم، تأيدوا ما دفعوهمش حتى يومنا هذا. احنا ما عندناش اي غضاضه لاي حد، اي نادي في مصر عنده مشكله وعايز يأيد لعيب في افريقيا وعايز يلعب وعايز يحسن من وضعه احنا نساعده.
لو في حاجه في دروب في اداريين في تراخيص انديه بنساعد الناس كلها، بيجوا يسالونا وبنساعدهم. احنا ما عندناش خلاف مع حد، ما عندناش صراع مع حد، لكن ما نقبلش اتحاد الكوره الكلام اللي اتقال النهارده ان احنا بنشتكي للسيد وزير الرياضه المحترم من اللي بيحصل لجنه انديه. احنا مش هنشتكي، لان احنا قادرين ان شاء الله باذن الله ان احنا ننفذ اللوائح والشروط اللي وضعناها من اول السنه من غير ما نلجا لحد. طيب استاذ احمد، ليه سؤالين عند حضرتك. السؤال الاول، انت في فتره من الفترات كنت عايز تستقيل قريب، تمام، واتعرض الموضوع في اتحاد الكوره وتم رفض الاستقاله، مش بشكل رسمي ولكن من خلال رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الاتحاد بشكل ودي معاك. ايه اسباب استقالتك او تقدمت بيها ليه؟ لا، الحقيقه اللي حصل في الموضوع انا كان في الفتره اللي قبل كده كان في بعض الخلاف، وكان الراي العام متصدر ان ده ان انا في خلاف بيني وبين الاعضاء. على فكره تصادف ان ده اليوم اللي كان فيه اجتماع لانديه القسم الاول، مش لجنه الانديه، لان لجنه الانديه دي مكونه من 9 معاهم 2 مجلس اداره، لانديه القسم الاول، وخرج فيها كلام فيه هجوم عليا، فجم الاثنين في يوم واحد، فالناس تصورت ان انا بستقيل يعني هروبا من المواجهه او حاجه زي كده. ده كلام مش اساس خالص، ده كان مساله لحظيه جوه الاتحاد وانتهت في دقيقتها، يعني ما خدتش وقت اكتر من كده. طيب انتهت الموضوع انتهى. طيب بالنسبه للموضوع الثاني، وانا برضو قبل ما يعني ما نتكلم في السنه الجايه الدوري مجموعه واحده ولا مجموعتين ولا الكلام ده، هل اتحاد الكوره ساهم في حل مشكله المصري والاهلي لغايه دلوقتي، ولا لسه الموضوع ده ما اتفتحش او ما اتحلش بشكل نهائي عشان الاهلي يلعب مع المصري في الدوري القادم؟ يعني بص يا كابتن كريم، اللي انا باكده ان الدوري السنه الجايه 20 فريق. لو السنه الجايه ال 20 فريق تعثر الامر ورات الجهات الامنيه ان يستحيل حتى الان مواجهه النادي الاهلي والنادي المصري، فالدوري 20 فريق برضه، يعني سواء مجموعه او مجموعتين، الدوري 20 فريق، خمسه هينزلوا واللي هيطلع هيطلع. على فكره المشكله ان اللي صاعد ثلاثه وفوق 22، انا هفترض جدلا يعني هحلم ان الهبوط بيتلغي. فبتتكلم في دوري 25، ده انا لما باجي اعمل دوره رمضانيه، انا من وانا صغير كده كنت بنظم دورات رمضانيه، كان بعد ما بنجيب الفريق من 24، اي حد بيجي يتقدم بنقول له معلش احنا كملنا 24 فريق زوجي خلاص، بتتكلم 25 عشان اخد الثلاث ثواني، يبقى الدوري 28. وبعدين هاخد الثلاث ثواني، طب ما بتوع الممتاز بيه اللي بيصفي يقول لك طب ما ناخد الثلاثه، فدخلنا في قصه مالهاش معنى. تمام، احنا بنتكلم النهارده الدوري السنه الجايه ان شاء الله ينزل الخمسه، يوم الاثنين الاخيره من كل مجموعه والتاسع مع التاسع في مباراه فاصله باذن الله. الدوري السنه الجايه 20. والله مساله النادي المصري والنادي الاهلي دي مساله ما هياش مساله يتم التلاعب بها بمنتهى السهوله. انا شائكه جدا، صعبه جدا، محتاجه اتحاد الكوره وغير اتحاد الكوره واللي اكبر من اتحاد الكوره. بالعكس، ده انا بطلب وبتمنى، يمكن انا كتبت في احد المقالات هذا الكلام، بتمنى من الرئيس الجديد انه يساهم او يتبنى مبادره لحل عادل عادل وسريع بين جماهير النادي الاهلي وجماهير النادي المصري. الموضوع فيه جروح والموضوع شائك جدا، ما هوش بالسهوله دي، وفي لسه احكام ولسه في قضيه، فالقصه مش تتحل بكلمه احمد مجاهد يقولها ولا غير، موضوع اكبر بكتير جدا من هذا الامر في كل الاحوال، في جميع الاحوال. طيب مين قال ان النادي خلينا برضو نتكلم بصراحه، هو مين قال السنه الجايه؟ ايش عرفنا من دلوقتي ان النادي المصري في الدوري مش يمكن الجيش يكسب ويمكن الحدود يكسب؟ انا بتكلم في يعني مش في المصري يلعب، بتكلم في الاقرب، بتكلم في المصري يلعب ماتش فاضي، بتكلم في الاقرب يعني. يعني ينتهي الدوري، لما ينتهي الدوري ان شاء الله، نتمنى كل فرق التوفيق، يعني لما ينتهي الدوري ان شاء الله نشوف اللي موجودين مين، نقدر ساعتها نتعامل مع الجهات الامنيه لدوري الموسم الجديد اللي يتحط له الشروط المناسبه، لكن الموسم ده شروطه هتنتهي كما بدات ان شاء الله. يعني على لسان احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، في هبوط السنه دي في الدوري الممتاز. مش على لسان جميع اعضاء مجلس، انا بالنيابه عن جميع اعضاء مجلس اداره بقول لحضرتك ده قرار بالاجماع. والدوره الرباعيه من دور واحد؟ لا، مساله الدوره الرباعيه من دور واحد دي اساسا كان فيها في بدايه السنه كانت فيها نقطه خلافيه على فكره، وانا على فكره انا كنت واحد من اللي كانوا مؤيدين انها كانت تبقى دورين، لكن الشرط اللي مشي من الاتحاد انها دور واحد، واصبح النهارده في اهلي وزمالك بيلعبوا في افريقيا، من مصلحتهم ان الدوره تكون دور واحد كاس مصر كمان صدر في الشروط عشان يلحقوا. الزمالك عنده يوم 26 مازيمبي، يلحق ايد ابراهيم صلاح واللعيبه الجديده اللي جايبها، الاهلي عنده يوم 25 26 في ماتشات، الناس دي يلحق يلعب الثلاث مراحل الباقيين في افريقيا بلعيبته الجديده، واكتر من كده احنا ضيعنا عليهم وخلينا موسم نهايته ما هياش نهايه طبيعيه. انا اظن واظن الحاج عامر اتكلم في النقطه دي وهو يقدر يعني يكون اوضح مني فيها، لكن هو المساله الحاسمه والاساسيه في الموضوع هي الهبوط والصعود. أيوة. مساله الاربعه لما يتحدد الاربعه اللي فوق
دي مساله يعني كان الاتحاد ممكن يبقى يتكلم فيها في وقت تاني، لكن الشروط اللي مشت من الاتحاد انها دور واحد، فهي دور واحد ان شاء الله. تمام. والهبوط هيتم باذن الله، ما فيش مشكله خالص، هينتهي الدوري كما بدا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد مجاهد.